مساء الفل عليكم. الخميرة البيرة أو الخميرة بتاعت المعجنات أو خميرة الأفران أو الخميرة العجينة أو خميرة المخبوزات، زي ما انتوا تحبوا تسموها، الخميرة اللي مفيش بيت ما بيحتاجهاش ومفيش وصفة بتخلى منها. تقريبا كده بندخل الشتاء بنحتاج خميرة جوه التلاجة 24 ساعة، أي حاجة بنعملها محتاجة تخمير، وفي الشتاء بالذات أي تخمير محتاج خميرة. تعالوا النهاردة هوريكم وصفة جديدة وحلوة إزاي تعملوها في البيت، لأن أحيانا بتبقى مش متوفرة، ومش بس مش متوفرة، هي الموضوع يعني هي مش غالية قوي، بس الفكرة إن إحنا ساعات بنجيبها فعلا بتبوظ الوصفة لأنها مش خمرانة كويس. فتعالوا النهاردة نعملها بطريقة تضمن لك نجاح أي وصفة ممكن تعمليها. اول حاجه هنحتاج معلقه عسل اسود. معلقه عسل اسود، لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت بقى، لو ما شاركتيش في القناه تشتركي في القناه، فعلي الجرس على كلمه الكل، ما تنسينيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناه، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوه. وما تنسوش بقى للدعوه لاعلان القناه، هسيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف. بعد ما نحط معلقه العسل الاسود بالشكل ده، ببتدي ان انا اضيف عليها الميه، تقريبا نص كوباية من المية، واقلبهم كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. العسل الاسود انا بعمله كده بطريقة كأني هو اللي هيخمر الدنيا، بس محتاج بقى شوية مساعدات معاه، فانا هوريكم دلوقتي ايه الحاجات اللي هنحطها عشان يطلع معانا قالب الخميرة اللي احنا بنشوفه عند الراجل. وطبعا احنا بعد كده بنقسمه زي ما احنا عايزين. كمان عايزة اقول لكم مدة صلاحيتها مفتوحة طالما في الفريزر، يعني لو انتوا عملتوا الوصفة وحطيتوها في الفريزر بعد كده بتقعد معاكم زي ما انتوا عايزين. بعد كده بقى، بعد ما ادوب العسل في المية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي بقى اني انا احط معلقة، مش معلقة، ربع معلقة من النشادر. النشادر اللي بنعمل منه بالبسكوت، بسكوت النشادر، حط ربع معلقة بس وابتدي ان انا اقلبهم كويس. هنا بقى انا بستخدم يعني تكنيك بقى او خلطة كيميائية هتطلع معايا بقى البكتيريا او الحاجة اللي هتطلع معايا الخميرة. ابتدي ان انا اقلبهم كويس برضو بالشكل ده لحد ما يدوبوا حلو جدا جدا. الوصفة بتعتمد مش على مكونات كتير، بس بتعتمد على طريقة عمل صح. يعني لو انت عندك المكونات بس ما عملتيها صح، مش هتطلع معاكي مظبوطه، فلازم تكوني ملاحظه، يعني تكون دقيقه وتلاحظي الحاجه كويس جدا. هنبتدي دلوقتي ان احنا نجيب دقيق حوالي 4 معالق كبار من الدقيق واقلبهم بالشكل ده. اي نوع دقيق، ومش مهم يكون منخول ولا اي حاجه، اي نوع دقيق بالشكل ده، واربع معالق مش اكتر من كده هقلبهم. هتلاحظوا ان العجينه طريه قوي، يعني سايبه كده زي عجينه الزلابيه، يعني عجينه مش ماسكه في نفسها خالص، وده المطلوب، يعني ده المطلوب ان احنا نعمله، ان العجينه تبقى كده عشان ترتفع معايا وتقدر تبتدي ان هي تعلى وتملى الحاجة اللي احنا هنعمل فيها الخميرة بالشكل ده. بعد ما اتاكد ان انا قلبتها كويس ومفيش اي تكتلات، اتاكد ان مفيش اي دقيق ما تقلبش كويس في الوصفه عشان ما يبوظش معايا الوصفه، شايفين مفيش اي حاجه خالص. هبتدي دلوقتي ان انا ابدا عمليه التخمير، شايفين، وده سمك العجينه، ما تكونش اتخن من كده، ما تكونش اخف كمان من كده، يعني ما تكونش ميه برضو، عشان برضو لو عملتيها سايبه قوي برضو مش هتطلع معاكي، لو طلعت تخينه قوي مش هتطلع معاكي، فتخلي بالك ده القوام المظبوط جدا انك تعملي منه الخميرة. هجيب برطمان يكون محكم الغلق، ويا ريت تلاحظوا معايا في الكلمات اللي انا بقولها، محكم الغلق يعني ما يدخلوش هوا من اي حتة، فده حاجة مهمة جدا جدا، يكون لي غطا والغطا بتاعه يعني ما يكونش مدخل فتفوتة. وابتدي ان انا اصب فيه الخميرة اللي انا عملتها دي، او بداية الخميرة اللي انا عملتها في البطرمان بالشكل ده. طبعا البرطمان بيكون اكبر من كمية الخميرة، ما يكونش قدها عشان اعرف بس هي خمرت معايا ما خمرش، فده مهم جدا. ابتدي ان انا اغطيه كويس جدا، وابتدي ان انا اسيبه في مكان دافي مدة ما تقلش عن 4 أو 5 ساعات. طبعا ده في فصل الصيف، لكن في الشتاء احنا هسيبه يوم كامل، يوم كامل في درجة حرارة المطبخ او مكان كده يكون دافي شوية.
وبعد اليوم الكامل هنكشف عليه بقى ونشوف ايه اللي حصل، او البطرمان بتاعي بقى ازاي، او الخميرة بتاعتي وصلت فين. هلاقيه عمل بالمنظر اللي انتوا شايفينه، هلاقي الخميرة طلعت من كل حتة زي ما انتوا شايفين كده. انا ماشية صح وكده الوصفة بتاعتي مظبوطة. هبتدي بقى ان انا اجيب بولة عشان ابتدي اعمل قالب الخميرة. اول حاجة هعملها هفضي شايفين التخمير، هبتدي ان انا وشايفين الفقاعات اللي من فوق دي بقى اكبر دليل على ان الخميره ناجحه 100% ان شاء الله. هبتدي ان انا افضي الخميره بالشكل ده جوه بوله تكون واسعه عشان ابتدي ان انا اعجن الخميره بتاعتي بالمكون اللي انا هستخدمه النهارده. وزي ما انتم شايفين، مع ان يعني فتحت العلبه ليا فتره، لكن برضو لسه الخميره مستمره وعاليه جدا، ولما كبتها كمان شايفين كلها فقاعات من كلها هواء، ده معناها ان هي خمرانه حلوه جدا جدا. ممكن تكون ريحتها مزعجه شويه، بس هي مش وحشه، بس ريحتها يعني مزعجه شويه، زي الخميره مثلا لما تخمر زياده عن اللزوم بتحسوا فيها في سنه حدقان كده، هو ده نفس الريحه اللي انتوا هتشموها. هنبتدي بقى ان احنا نجيب النشا، والنشا هو المكون اللي احنا هنعجن بيه الخميره بتاعتنا علشان تبدا ان هي تبقى زي الخميره بتاعت بره بالظبط. هنبتدي نجيب النشا ونعجن، بس هنعجن ازاي؟ هنعجن بطريقه بسيطه، هنحط بالمعلقه عشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. كل شويه نحط معلقه كده ونبتدي نعجن، نحط معلقه ونبتدي نعجن لحد ما تبتدي تفرول معانا. هوريكم شكلها لما هتبتدي تفرول وتعرفوا ان هي بقت مظبوطه معاكم حلوه جدا. مهم جدا ان احنا ناخد العجينه بالسياسه، يعني ما نحطش نجيبش مثلا كوبايه نشرح كبينها مره واحده ونحس ان العجينه برضو ما زالت لينه، لان انت لما هتعجني بالمعلقه بالشكل ده وتبداي ان انت تفرولي تبداي ان انت تحطي كل شويه العجينه، هتبتدي العجينه تفرول منك من تلقاء نفسها. بس اهم حاجة تعجنيها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. انا سبتها وبدأت ان انا اعجن برضو بشكل حد ما فرولت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. العجينة بقى او كده الخميرة وصلت للون اللي انا عايزاه والفرولة اللي انا عايزاها. طب ايه اللي هيخليها تمسك؟ هتتمسك، هي هتتماسك ما تقلقيش. احنا بس فرولناها دلوقتي عشان انت تشوفي بس بصي، لكن لما باجي اضمها على بعضها بتمسك بالشكل ده. قدامك اختيارين، اما اختيار انك تحطيها في قالب واحد وتبدأ ان انت تضغطيها وتحطيها جوه الثلاجة، وده انا اختيار ما بحبذوش، لاني مش كل شويه احنا يعني نطلع القالب ونفكه كله عشان اخد خميره. وفي الاختيار التاني انك تجيبي قالب من سيليكون او قالب التلج او حاجه كده تكون مقسمه لاجزاء، وتبداي ان انت تصب فيها الخميره بالشكل ده على هيئه مكعبات، بحيث لو احتجتي مكعب تطلعيه 2 3 4. ودي الطريقه اللي انا بحبها او بفضلها في اي حاجه انا بعملها واخزنها في الفريزر. بسيبها في التلاجة لمده يعني في حدود كده 2 3 ساعات، وبعد كده ببتدي ان انا اقلبها، بتبقى متماسكه معايا وزي الفل. بحفظها في برطمان بيكون مغلق يعني محكم الغلق جدا ما يدخلوش هواء، وكمان بغطيها بكيس تحت البطرمان تقعد معايا زي ما انا عايزه، بس اهم حاجه يفضل في الفريزر. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناه، بس جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوه. تحياتي لكم، الف هنا وشفا، اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.